موفق حبيبي. الايام جايه ان شاء الله. هاي كريز. الله يستر. هاي كم كم. رئيس بلدي وينك؟ والله. لا لا يا مرجان. وش فيك؟ خاطرك شين. مرجان. واضح يبغى له ابو ايمن. ابو ايمن. ابو طبيعي. ابو طبيعي. ابو طبيعي. الله يستر عليك. انت اللي وظف نفسه قبل ما يتوظف. والله تستاهل يا وعي. يا اخي تفضل اللاعب. امس اعلن البدر. من كان معنا؟ بدر اعلن نفسه. يقول واحد في قريه كان عندهم امام، امام من جنسيه غير سعوديه. يقول امام ذا تضرب حرمته. افا عصام تضرب حرمته. بعدني. جد بدر. يقول جدي يصلي. وقفه يقول جاء تقدم هو الامام حقه. صلى. يوم ركع يوم كبر يقول جدي يقول ياخذ عصا، تعرف العصا فيها يقول يتلم عرقبتك. ارجع ارجع تبي تصلي وانت مراتك ضربت كم ارجع ارجع. يقول يصفي قد بجدي الله اكبر يصلي. والله مش طاري بالك ايه في خاصه عرفت تروح طاري والله اللي يلحقنا والله في شيء يصلح لي ليش وبس وصلنا المهم في ساعة. والله انتم حقيقة الخبز مرة والله. معاذ انت جبت ساعة وسكت. لا 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 صار في صار في اندراش. اسلم معاذ صار فيه 4 ريال عيش. كمل سلام مرحب اسلم سلام طيب ترى عاش حبيبي. اسلم اسلم يا قلبي. بسم الله عليك بسم الله عليك. عشت بعرسك ان شاء الله حبيبي. سبحان الله. أنا العصر العصر صح الساعة كم تقريبا سعود؟ الساعة يمكن تقريبا 4:30 كذا. والعيال احنا موكدينهم بالفندق قبلنا طبعا. ايه طلعت قبلنا. العيال موكدينهم بالفندق ونطلع. طبت. نمسك الخط. امين يا رب. ومجلع در الرجال. وين امسك بنا؟ طريق وين؟ طريق قصيم. طريق قصيم. طريق قصيم. هلا. ونروح. سلمت على الوالدة. شكله. والله لو رايحين مسمين على امي وراجعين وصلنا للخيم والله العظيم اتوقع في الوقت ذا اذكر صدق ام بنا رحنا القصر كان عندك تروحون روما والله والله روما روما اللي بالمذنب اسلم اي والله وصلنا عندي الموقع حقه اللي في الجبس اي مقصوده اسلم وصلنا الموقع اللي في الجبس ولن نوقف عند المخيم السلام عليكم وعليكم السلام وقفنا شوي ونزلنا وجانا ناس وقمنا نحوص عند المخيم لانه وكدنا المخيم هذا لنا حسب الجبس شوي طلع المخيم مو لنا ايه الجبس يوصل مرحله يهنيك خلاص لا مو مشكله ما في طريق 5 متر 10 متر اي صح ايوه وقلنا اقع الشباب تاكد متى تاكد ذا لما وصلنا يعني كان متى وصلنا المغرب تقريبا عرفنا المغرب اي هذا المغرب ابد لما ظلم الليل لا خل ذلك يعني من قوه الثقه ان احنا بالمخيم هنا سيارة صغيرة دخلنا على نلبر يعني احنا ما غرزنا يعني احنا كل ما نمشي 10 امتار نغرز الا رجل خلاص بنغرز بس احنا ايش مؤكدين انه وصلنا نغرز ونمشي معنا فرد يا رجل فرد والله العظيم والله لو انها بهيمة كانت تكلمت والله والله الطريق كان صعب قسم بالله لا بعد ما شفت اللي قبل المهم وندق على الشباب ابو البراء والشباب قالوا انتم وين؟ انتم ليش؟ ودق على راجح يلا طلعنا على الخط نستنى راجح استنى راجح مو معك؟ شايفك شو اسمه؟ من سعد قحطان الظاهر او مدري بالطيارة انت من معك؟ يوم جينا ايه انا ومن؟ انا تراني فاهي انت انا ومن انا ومن انا ومن مخلد؟ خضيري انا ومخلد كيم وعبد الكريم وبخات حلو شفت الوقت ذا احنا وقفنا قاعدين نحوس ونحوس ونحوس اخر شيء قلنا نوقف على الشارع اما تجون انتم وندق على حلو او يجون ونستنى استنى 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 اخر شيء لما جابكم البرامج مدري ايش وصلتوا الدرب جانا الموقع الثاني على الجبس هذا من سعد اي من سعد الموقع بجهه بس الموقع ما يجيك طريق نقطة عرفت؟ لا هو غلط ما في طريق حنا بيننا وبين الموقع الثاني ذا يمكن 80 كيلو
40 دقيقة عطانا 44 دقيقة والله جبس 44 دقيقة وحنا تخيل وقتنا هذا كله وحنا نبغى نروح ناخذنا شغلات من السوق كذا بس نقزة ناخذ اغراض وننزل اصلا تاجين. من الفندق ما عاد في وقت ما يمدينا شوف على مو رحنا الجبس على الجبس الموقع الاول بيننا وبين الموقع الصحيح 44 دقيقة ما عاد 80 كيلو لا ومن الفندق من الفندق طلعتنا المخيم اللي على طريق القصيم يمكن حول ساعة 80 كيلو 90 كيلو اوف 80 90 كيلو والله صفر انا وش سويت حطيت راسي والله هذا نام والله والله قال لي غير انتم قلت له لقيته و... البلية الكبيرة مو هنا البلية هذا مربع معزز بالله ركزوا يا عيال هذا مربع حق المخيمات مخيمنا وين؟ مخيمنا هنا نقطة حمراء مخيمنا هنا صح؟ هذا مربع وهذا مخيم هذا الشارع الرئيسي والله بدون مبالغة ونام يوم قربنا يوم وصلنا على الشارع وكذا وخلاص صار يعطيك ان السيارة متوجهة للمخيم يمين اي يمينك المخيم قص كذا تجيك المخيم الطريق اللي هنا طلعنا منه امس اسهل منه ما في انتم شفتوا كيف لما الدخول سهل شفت امس لما طلعنا اسهل منه ما في صح احنا جينا من وين هذا مربع وهذا الشارع احنا جينا كذا نفس الحبيب لا لا مستحيل امس لا مستحيل في الليل مستحيل في الليل اقسم بالله اقسم بالله العظيم طبعا شبوك مشبك الطريق زي اسمامه حق يوم راح الخارج ابو يحيى ايوه اقول لك شفنا وين اقسم بالله المشكله وشو اذا هنك قال ها معاذ شو الوضع لا تسالني انا 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 ماني معاك في الموضوع ده انت غلطان طبعا واحد من الشباب يا هيثم احنا نشوف انا الحين شك الحين خويك تاني شايب لا ان نشوف المخيم هذاك هو بس ما ندري شو نصل له ليش جبال الحبيب هذا برضه امس سواه تدري متى وصلنا حنا انت طلعت قبلنا طبعا هم طلعوا قبلنا تخيل مشي قدامنا احنا جالسين ننتظر عبد الكريم دبي يجي وركب معنا ومشينا بعدهم وارسل لي جبس شو اسمه قعود توكلنا على الجبس جابنا من المطار مدري وين شغله صراحه يوم وصلنا الموقع اللي حطنا عنده جبس خلاص انقطع سعد قحطاني قال لي ما انت من قريب شيء ارسل لي موقعك ارسل موقع قال لي انت بيني وبينك 10 كيلو 10 كيلو بسيطه 10 كيلو مو بشيء انا داري بس ابفهم قعود ايش اعطانا هناك عجز لا لا جبس انا جبس علمك انا وندور الا يخبل ونجي نجي قبل المغرب وننتظركم تدري كم انتظرناكم؟ والنت برضه 20 دقيقة ثلث ساعة احنا ننتظركم اخر شيء قال شوف كم بينه وبينهم وريني 80 كيلو بينه وبينهم 80 كيلو قال شوف كم بينه وبينهم قلت اقول قال كنت احطها في الاول ومشينا ارسلني من الموقع راجع يا عيال والله هيثم من؟ بشرب باري شبه ظافر بشرب حليب من الثلاجة ظافر كم قاعد الاذان؟ الله يستر اذان وين يكون الاذان الله يسلمك؟ لا لا خلف الليل تقريبا 10 دقائق توصل مرحلة المراحل من اللي بيذن؟ توصل مرحلة شافة سعيد فرصة سعيدة يا شباب من اللي بيذن انا؟ والله مرحلة من المراحل انا الطريق يا راجل وليون شاب ما تمشي فيه ما والله ما تمشي والله طيب لو معاك جيب تمشي بشويش خوينا طخ 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 بطارية من هناك يسوق اقول لك بس حن استنى وشو؟ توقف السيارة سلامتك تروح الغرفة استنى بس توقف السيارة جيب لي بطارية والله طيت وامس مو شوي لا نوقف يعني شفت زي الكسرة دي شفت الكسرة دي؟ الكسرة هذه الحين جاي بقول وقف السيارة قاصم بطاريتي فل ينط يمشي يا ما غلط كذا يقول يا رجال اي خربانة قلت مين خربانة اي تحسن نسايسة مسايسة ولا نعلق هنا ويقدرون الرجال يضحكون علينا على الفاضي كذا وترى ما معك جيب والله ما معك جيب خالد حكم علينا امس كنا بجيب امس كنا بجيب نعلق والله ما ندري وين مخيم ننام بالليل نعلق وهي دايم تتجمع الجبس ما عاد في شبكة والشحن جواتنا امس بجيب رحنا نجيب واحد يا رجال انا واحد رحنا نجيب يا رجل كله حصى كبار وجينا على عقم كذا كله مسكر من من الحصى صراحة تغير جيب حوسه والله تغير إيه هاي نتكلم عن الطريق ولا مخيم حلو راح لاضعنا ولا شيء وصلنا مو معك انا مع من مع عبد الرحمن قاعد كيف تبغى قاعد يوصف للناس كيف تبغى يضيع هدي ظافر انت سلوك بدا يتغير بعد انت معنا صح بعد شيخ المندي معنا هيثم
بعد شيخ المندي يا عيال خلوا يسولف على راحته. ايش هو؟ بعد شيخ المندي خلوا يسولف على راحته. ابسط حقوقك انا اسف. الحين تاجر. لا والله لا والله اني خدامكم. لا والله حبيبي والله والله من طيب اخلاقك يا ضاحي حبيبي. والله انك تستاهل اقسم بالله. بس اني يا اخي بيني وبينكم تحول ذاك الرجل الاخضر. والله انك شيء تتحول يا اخي. انا حسب ناقد والله شدت حيلك تطير شوي. والله مع انا صحت بعلى صوت عندي. والله والله العظيم بهذا مناسب صدري والله يستاهل والله انت في نساء صح لا هو لا ممكن سوا في الدهاء ايش الصوت اللي خرب ما تدري ايش حاسبه انا هو بدا من ايش حاسبه انا انا ايش حاسبه كان غسل ثيابي حسب انا قد خلات البسطة الصوت يا شيخ يا رجل والله حلوه والله حلوه مالك انا والله حلوه والله خويه طيب سعود يقول لك يا دنا تبغونك طلع الاذان من يا كم باقي كم باقي ظافر باقي باقي طب انا من الاذان عندي متى لا الحين 5 لا اذان ولا صلاه ولا 25 ما قبل امس من كم الحين 16 ومد والله معك يمكن لا تظلم إيه لا لا كم ها 20 يوم اذا قلت له لا ما لك كل شيء ولا شيء ما لك كل 20 يوم وين لا يقول 20 يوم ما 20 يوم ما يقدر 20 يوم ما هنا ايش قمت واتس ذس اوه لا 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 حقتنا ايه خاش عندي والله هذه واحده مشكوكه وش هذي ما ادري ما ادري ايش حق خالد حمد والله وش هذي هذه يوم اذا استدعانا بكاتب ولا شيء معنا التفويض اهم شيء خذ معك التفويض معي خاش والله اني داسي لا خلاص راح نظام لا لا حتى لو كان نظام احترافي تفويض والله لا اجيبها ابو شوك تفويض تفويض عوضنا الرجال موقعين اربعة هو صاحب ذا كيف يعني تفويض يا ابو معين تفويض كم يوم حن طالب اصلا يوم كنت انا ماسك ركن قصير ابو هادي ليش ما يكون موجود بعد العصر صح ولا لا؟ ما لا لا حبيبي 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 ايضا عندك محل حبيبي لا تخاف انا معك لا تخاف المحل مسكر ليك حق انك تدخله انك تكسر الباب حلي لا بس هبت فيه زي ما ابغى حبيبي هذا هو اعطاني التفويض لا يا حبيبي اذا قلت مقفل من قوه طناخه احط قنبله اجره اكسر قزاز اجرك قزاز جديد كيفي والله بس لحظه التفويض متى وقته قبل مشكله بعد مشكله قبل مشكله ابسط وشوف فهد ثلاثه شوف فهد مالك فهد ثلاثه شوف فهد لا لا يا عيال كذا اللي خيرتك ايه ازين اي والله ثمانين ها ابو عاطف ومحمود وابراهيم خلاص شهاد لا لا مو زين شهاد اربعه اي والله شهود شهود مو شهاد يقول يا كلب بصر كثر خلاص انا اخبر ثلاثة والله هذا خربان خربان شهاد ترى مسالك في بالك اربعه من الرابع ايوه ابو عاطف ابراهيم محمود الشهاد اربعه ابو عاطف ايوه وابراهيم ومحمود محمود وانت وبدي مو بدي انت توقعت بس لعب بس ثلاثه لا لا ثلاثه ما يكفون عندي 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 اثنين يقصون رقبهم هو بعد ثلاثه ايش رايك؟ روحنا بكل احترافيه نرجعكم فتحنا المحل واخذنا ما يريد المدير طلعنا قفلناه ولا من شبه ما ادري سوينا ذي عشان بس ناس المفتاح ولا لو ما كان شغله اخاف تمسك هذه عرفنا طريق عشان نفتح المحل لا 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 اي والله طلع عندي بس شيل استشاره بسيطه كذا هيثم اسلم هيثم اسلم هو صاحب الشاني هو اللي يعني كسر الروتين بكره نبغى عشان شعريه كيف شعريه؟ انا ابغى اذكر الشركه خصم ها يعني اندومي ابشر طيب ترى اندومي مو بشركه اوه شركه لا اندومي عادي لا لا شركة لا لا شركة خلاص مرة لا دوكو شغلنا بيبسي بيبسي شركة يا رجال اندومي اشهر منه لا انت ادري عنها خربانة خربانة صار على النبي احنا ايش رايكم هيثم يسوي لنا؟ كن طيب تبشر اي والله يسعدك ربي يا بقلب والله تبشر ايش رايكم بكرة على الشعرية بس صدق لو طلعت لا تبديك ترجع على طول لانك اذا طلعت ثاني ترجع راجع راجع ما راح نتكلم انا معلش اسلم اي والله ايش رايكم بالعشاء بكره شعريه؟ يعني تركون باقي ما شاف لنا ناشط راجع يلا الطارف غريب العين حطت عليك ها ها شعريه ايش رايكم كلكم؟ انا مو نطلق ويدي بايدك فرصتك خلها تفيدك بالتواضع رب يزيدك هذا البرنامج برعايه